السلام عليكم. طبعا هنا عزلنا الان دورة المياه، تمام. شوف، احنا دائما نقول انه البلاطة الاخيرة لا تنزلها، لا تركبها، لا تركب اخر بلاطة في دورة المياه او المطابخ، اتركها. ليه؟ حتى تنعمل النعلة هذه بالعازل، لانه انت لو بلطت بتبلط لهنا، تمام، بيصير عندك بعدين من الفواصل البلاط يصير عندك تسريب مويه، دخول مويه، فيصير عندك تسريب. لذلك اخر بلاطه اتركها، اترك اخر بلاطه حتى تنتهي اعمال العزل وتختبر العزل، بعدين ابدا كمل شغلك فيها. ليه؟ لانه انا عندي الحين هذه النعله، هذه نعله العزل. الان البلاط بيتركب بيجي لهنا. الفواصل البلاط، الفواصل اذا خشت منها المويه بتجي وراها عازل على طول، فترجع ما تنزل عليك، ما يصير عندك تسريبات. لكن لو صار عندك انت بلطت لين هنا، جيت ركبت العازل، جيت هنا في العازل، فواصل البلاط هذا المكان هنا بتجي منه الموية ويصير عندك تسريب وعندك رطوبة في الجدران وتصير عندك مشاكل. فمهم جدا انه اخر بلاطة اتركها في العزل.